والآن السيدة تيريزا فيلير. أنا ممتنة كي أكون هنا على كان أكون هنا وأتحدث إليكم للسنة الثانية على التوالي. أنا فخورة بأني أقف هنا إلى جانبكم وإلى جانب زملائي من بريطانيا ومن أنحاء العالم الذين يقفون إلى جانب الشعب الإيراني من أجل حريته. الكثيرون ممن كانوا هنا قدموا العزاء والاحترام واحتراما عفوا لأولئك الذين يتظاهرون في شوارع طهران. أود أن أوضح وأن أقف إلى جانب النساء الإيرانيات الذين يسعون أن يكونوا إلى جانب حركة ويحتجون ويتظاهرون في سبيل حقوقهم والذين أيضا يهتفون ضد النظام الإيراني وضد الدكتاتورية. فأحيي صمودهم وتفانيهم. أولئك النسوة هم شجعات لدرجة أنهم يحتجون ضد اللباس الإلزامي المفرض عليهم وهم يتحدون النظام القانوني الذي يتعامل معهم كسلع لا كأفراد إلى جانب تحديهم لكافة انتهاكات حقوق الإنسان. هم يقفون من أجل حقوقهم بالحرية والمساواة حتى لو أدى ذلك إلى خطر التحرش أو الاعتقال. في المملكة المتحدة هذا العام نحتفل بالذكرى المئوية لحق المرأة بالتصويت، فأنا أجد نفسي هنا فخورة بأن أقف إلى جانبكم وأشارككم وأدعو إلى حرية المرأة في إيران. لنأمل جميعا أنه يوما ما ستتمكن السيدة رجوي أن تطبق عمليا خطواتها خطتها وهي وتحرير إيران من الدكتاتور واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية حيث يتساوى النساء والرجال ويصبحون قادرين على تحقيق أحلامهم واختيار الحياة التي تناسبهم.